التحولات التكنولوجية الراهنة. فما هي الفرص التي أضحت تقدمها هذه التحولات لرجال ونساء الإعلام؟ ما هي المهن الجديدة التي تتيحها اليوم أو يتيحها اليوم المجال الرقمي، وما تأثيرها على الممارسة الصحفية اليومية؟ وما مدى مواكبة مؤسسات التكوين لهذه التحولات الرقمية؟ الهدف من تنظيم هذه الندوة هو فتح النقاش حول المهن الجديدة اللي كيقدموها منصات الإعلام الرقمية أو الإعلام الرقمي بصفة عامة، وبالتالي أننا لاحظنا أن العمل الصحفي كيتقارب كثير مع هذه المهن الجديدة، وبالتالي بغينا أنه من ناحية ديال التكوين أن يتم تكوين ديال الصحفيين في هذا المجال من أجل أنهم يندمجوا أكثر في سوق الشغل، وكذلك نريد من خلال هذه الندوة تقاسم التجارب ديال الصحفيين اللي درسوا بها المعهد العالي للإعلام والاتصال وقدروا أنهم ينشئوا صفحات خاصة أو منصات رقمية من أجل إنتاج المحتوى، وبالتالي بغينا نفتحوا النقاش كذلك حول النموذج الاقتصادي اللي كتخولوا هذه المنصات الرقمية، هل هو أكثر تكلفة من إعلام كلاسيكي أم يساوي نفس تكلفة أو أكثر أو أقل؟ في هذه الندوة غنقوموا في البداية ديالها بتقديم تأطير أكاديمي من طرف أستاذ كيدرس هذه المهن في المعهد العالي للإعلام والاتصال، من أجل أننا في الأخير نقدموا توصيات سواء للمعهد أو لوزارة الاتصال، من أجل أن هذا المعهد هذا ينفتح على هذه المهن في التكوين وفي التأطير. تغيرت التكنولوجيا الحالية تفرض مجموعة من المتغيرات في مجال مهن الإعلام والاتصال، وتهم هذه التغيرات عدة مجالات، منها مجال المهارات والكفاءات التي يجب أن تتوفر في الإعلاميين ورجال الاتصال، وكذلك التكوين، بحيث أنه اليوم تظهر الحاجة الماسة إلى مراجعة البرامج التكوين وكذلك المدة المخصصة لهذه التكوينات وكذلك الوسائل المستخدمة في التكوين. وبالنسبة للتغير الثالث فهذه المهن يعني على مستوى سوق الشغل تعرف ارتفاعا مهما، بحيث أنه تظهر الحاجة الماسة إلى الكفاءات المتعددة المهارات وكذلك إلى المهنيين الذين يحسنون التعامل مع أكثر من وسيلة إعلامية، وكذلك الحاجة إلى مهنيين في مجال الإعلام والاتصال قادرين على إنتاج مضامين متعددة. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتف بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.